والتوازن بوجود هذا اللاعب يحيى جمعة الذي كان له ظهور قوي في مباريات سابقة. هذه محاولة لأحمد كشكش، أحمد كشكش فريق الوحدة بهي كرة خطيرة، هذه الكرة رأفت الفنان، رأفت الساحر، رأفت النجم يحتل مكان مناسب في وقت مناسب. التمريرة الذكية كانت من أحمد كشكش على رأس رأفت الذي وضع الكرة بالميزان داخل الشباك واستغل خروج الحارس بذكاء. التقدم للوحدات بهدفين مقابل لا شيء، وجمهور الوحدات في هذه الأمسية الرمضانية الطيبة مسرور سعيد بهذا التقدم. فريق البقعة ليس سهلا إطلاقا، هو الحصان الأسود في هذا الدوري، والتقدم بهدفين مقابل لا شيء لمصلحة شاهده. أحمد كشكش بقدمه اليسرى، ورأفت علي بعقله يضع الكرة داخل الشباك، احتل مكان مناسب في وقت مناسب، هرب من الرقابة واحتل مكان ملائم.